السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من سماء دوار بالناصر الشمالي وتراب الملحقة الإدارية الثانية اللي كتشرف عليها السيدة القائدة السعدية. دوار بالناصر الشمالي في اليمن ديالنا، وهنا الوسط كانت عندنا الجوطية ديال أهل الحارت، سوق أهل الحارت كانت هذه الطريق ديالو والمسار ديالو اللي كان كيخرجنا في الديور مباشرة. كانوا عنده جوج دخلات وجوج خرجات. في اليسار ديالنا كان عندنا دوار اهل الحارت، شملاتو مع عملية الهدم في الملف ديال اعادة ايواء قاطني دور الصفيح. من بعد ما شملاتو مع عملية الهدم، كاين اللي مشى للصخيرات، كاين اللي سوى الوضعية ديالو، كاين اللي باقي ما سواش الوضعية ديالو، والعملية مستمرة. لكن اليوم كانت مطالب ديال الناس انهم ياخذوا واحد السوق نموذجي فين يخدموا. شفنا حملات متواصلة، اصحاب الفراشة والكروسة ومجموعة من الامور المتعلقة بالمسائل العشوائية. بتعليمات من السيد الوالي كنشوفوا واحد السوق نموذجي اللي هو كبير هنايا في النقطة اللي كان فيها دوار اهل الحارت كما كتوضح الصورة، والاشغال متقدمة. كنشوفوا ان السوق كيتغطى في هذه اللحظات بعد ما جابوا الماتيريال البارح مع جوج ونص الليل، يعني جابوا المسائل باش غادي يخدموا. واليوم ان شاء الله ربما على ابعد تقدير من اليوم في العشية يكون تغطى بالكامل. كما كتشوفوا معنا هنا في الجنابات، في البلاصه فين عندنا الجي سي بي، في جنبها عندنا التيران رقم واحد وحده التيران رقم جوج. كنشوفوا انهم سرحوا الكياس تما، غادي يجيبوا لنا الغازو في الايام القريبه ان شاء الله. وغنشوفوا جوج الملاعب ديال القرب من الجهه الشماليه، وهذه النقطه هذه اللي باقين فيها الخدامه هنا حدا الجي سي بي، هنا غيكون عندنا التيران ديال الباسكيت. ومن هنا في الجهه اللي من هنايا من جهتنا، من هنا فين عندنا الغطاء ديال السوق، غادي يكون عندنا ثلاثه الملاعب اخرين، منهم واحد ديال الباسكيت هنا، وغيكون عندنا جوج الفضاءات اخرين. يعني غادي تكون واحد الفضاءات اللي هي دايره بالسوق النموذجي، اللي غتعطي واحد الصوره جميله، واحد الاضافه كبيره للشيخ الضاوي، لجنبات الحي الصناعي، كذلك ديور البوليس، ديور السبعين، الجنبات ديال دوار بالناصر الشمالي. الامور غادي تتغير بشكل كبير. وهنا غادي يكون عندنا باركينغ في هذه البلاصه بالضبط فين كاين هذا السيد هذا في اليسار ديالو، غادي يكون عندنا الباركينغ تما ان شاء الله. يعني غتكون امور منظمه بعيدا عن الامور العشوائيه، وهذه رساله للسلطات المحليه على انه ما نشوفوش مازال ديك العشوائيه، ولا نشوفوا عساس يعني كيتطوع من ذاته ولا راسه ولا ذاته. تكون الامور مضبوطه بالاداره ديالها بالمسائل ديالها باش نشوفوا سوق متكامل. يعني السوق يبقى نقي، صحاب الدجاج صحاب الدجاج، صحاب الحوت صحاب الحوت، الازبال اللي يكون عندها وقت محدد فين تخرج. ما بغيناش نشوفوا الوضع اللي كان في الوقت اللي كان الجوطيه هنا وكانت الطيره بقردير حاله هنايا. اليوم تغيير، النظافه، الوعي، القضاء على الامور العشوائيه. فالكل خاصو ينخرط في هذا الباب هذا، الكل خاصو ينخرط في هذا الباب هذا باش الامور تمشي مزيان. هذه من جهه. من جهة أخرى، واحد النقطة كيسولوني عليها الإخوان في الرسائل فيما يتعلق بالبقع، رسالة للسيد الوالي، كنتمناو من الله أنه تم تسوية الوضعية ديال الأسر أصحاب البقع باش يبداو يبنيو البقع ديالهم. والبارح كان عندنا اليوم العالمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يعني الناس أغلبية الجالية راه عندهم بقع هنايا، بغاو يبنيو البقع ديالهم باش يستثمروا في بلادهم، باش يديروا مشاريع ديالهم في بلادهم. فاليوم الناس كتسنى بفارغ الصبر الافراج عن الرخص باش يبنيوا العمارات ديالهم، يديروا المجازات ديالهم، يعطيونا مشاريع جديده. كاين افكار زوينه، يعني الامور غادي تتغير هنايا. فهاد النقطه بالذات فين غادي نزومي، فين كتشوفوا معايا التراكس تما والكاميو، فالقايده السعديه ما كاين، الله يعطيك الصحه، دابا دخلات لينا الزناقي فين ما كان شي واحد مخرج شي صور، شي واحد داير شي جرده عشوائيه، شي هذا، فكتشملها العمليه ديال الهدم. وخلاص الا تصادفات مع شي مول الكروسه معرقل الطريق ولا شي حاجه، ولا مغطي الكروسه وحاطها في شي زنقه، فكتشملها حتى هي عمليه الهدم وكتشارجها في الكاميو. يعني هذه رساله للاخوان، نتفاداو ونتحطوا في هذا الموقف هذا باش باذن الله ان شاء الله السوق النموذجي يوجد وتكون الامور مزيانه. الترامواي النقطه فين تحرك الكاميو وراه التراكس، هذيك التراكس غادي تنحرف عندنا لهذا الاتجاه هذا، وغتجينا لها التراكس هذه اللي الوسط في هذه النقطه، وغادي يخرجوا لنا في هذه البلاصه هذه، وغيمشيو لنا مع هذا الشارع هذا. هذا الشارع هذا مع ان شاء الله غيمشي الترامواي، ومازال غتكون واحد العمليه ديال الحفر قدام هذه العمارات هنا باش غادي توسع الطريق، وغنشوفوا امور اخرى ان شاء الله.
يعني الترامواي المسار ديالو راه بان بواحد النسبة ديال 90%. السوق النموذجي بانت المعالم ديالو بواحد النسبة كبيرة تبارك الله. السوق اللي كبير في الأول كان كيبان لنا صغير الإخوان، ولات الصورة كتضح أكثر وأكثر. الحمد لله غتكون عندنا ملاعب وفضاءات هنا في الجنابات، كيلزمها الإخوان كلشي نخارط في هذا العمل أننا نحافظوا على هذه المرافق هذه اللي غتكون عندنا إن شاء الله. وكنتمناو مرة أخرى من السيد الوالي يعني التدخل في هذا الباب هذا ديال الامور المتعلقه بالافراج على الرخص ديال مجموعه من المشاريع، كذلك الناس اللي كيتسناو الشقق ديالهم في بعض المشاريع نتمنىهم الله يتم الافراج عليها وتسوى الوضعيه باش نشوفوا عندنا عمارات في هذا الاتجاه اللي من في دوار بن ناصر الشمالي، عندنا صف ديال العمارات، عندنا شي بقع هنا عاوتاني في هذه النقطه هذه، فغادي نتسناو الامور شنو غادي تكون فيها ان شاء الله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اكيد هاد البلاصه غادي تبقى للتاريخ، فيديوهات غيبقاو للتاريخ قبل ما نشوفوا عمليه البناء من جديد ونشوفوا امور جديده ان شاء الله. هاد الطريق بعد ما تفتحات وتم القضاء على النقطه المسمات بجامايكا اللي فيها دوار بن ناصر الشمالي ودوار بن ناصر دوار بن ناصر الجنوبي ودوار بن المكي، فهاد الطريق ولات كتخدم بزاف. لكن اليوم كنبغي ناكد على واحد النقطه، الناس اللي كيستعملوا هاد الطريق الله يجازيكم بخير، هاد الطريق هادي انا ما خصناش نفوتوا فيها 40 50، شي وحدين هنا كيدوزو كيجريو ب 80، الناس 120 كاع، الناس كتجري هنا الاخوان 100 120 بالليل، والله لا قاسم تا غتزهقوا الارواح هنايا. هنا راه حي شعبي في شيخ الضاوي، راه كيخرجوا وليدات هنا صغار، كيخرجوا عيالات، مساكن موالفين كيقطعوا الشانطي هنا عادي. دابا المشكل لما مرات راجلين الامور مؤقته، فردوا البال، ردوا البال ما نجريوش، انتما غتجري غتوصل هنا غتلقى الطريق مزيره. ما جريوش الاخوان، تي درت شوار طرقي راه في الاصل راه غيكونوا ممرات راجلين هنا، غتكون مجموعه من الامور، غتكون مجموعه من الامور، فردوا البال، ردوا البال. ها انتم هنا الجهه ديال دوار بن ناصر الشمالي، كانت بعض الاخبار تروج على انه تكون عمليه الهدم ديال بعض المنازل، الاخبار حاليا ما كاين حتى شي حاجه رسميه، في انتظار ان شاء الله ما ستؤول اليه الايام القليله القادمه. فكنبغي ناكد لكم انه هنا السوق النموذجي قطع اشواط متقدمه، اشواط متقدمه غتعطينا سوق نموذجي عملاق بمواصفات عاليه. العمليه ديال التغطيه ديال هذا السوق هذا، تغطيه السوق، عندنا تغطيه الملاعب ديال كره القدم، عندنا بزاف المشاريع ان شاء الله جايه في الطريق، الله يسخر الامور يا ربي. فكما كتشوفوا معنا دائما الاشغال متواصله، اليوم الجمعه، الله يسخر الامور يا ربي ونتمنهم الله الخير والتيسير. كما كتشوفوا معنا عندنا الملاعب هنا في الجنبات، كاين مجموعه من التغييرات، كنت صورت لكم المره اللي فاتت من الزاويه الشماليه، دابا جيت لكم من الزاويه الجنوبيه باش نقربوكم من كل كبيره وصغيره، وان شاء الله عما قريب غندير لكم جوله داخل السوق ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد دائما مع الجديد ديال مدينه تمارا. هنا مدينة تمارا دوار بن ناصر الشمالي، آل الحارث، سوق آل الحارث، ديور السبعين، ديور البوليس، مسجد الأنوار، حي الرياض. تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.